يلا. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ كنا وقفنا في البير لحد ما جبنا احمال الام اكس والام واي، واللي هي الام واي اونلي والام اكس والام واي، وجبنا احمال الديد. السؤال اللي تساله بعد كده يا باشمهندسين، هو انا هجمع الاحمال دي ازاي؟ يعني انا دلوقتي خلاص بقى عندي ديد لود ام واي اونلي، ام اكس وام واي بنسبة 99%. المسائل اللي بتجي لك ديزاين اوف بي سي، ديزاين اوف بي سي بير. هو ليه اصلا بنصمم البي سي؟ لان زي ما انت شايف كده ابعاد البغله كبيره جدا، لو حط حديد مش هخلص. طيب ازاي اقدر اعمل تجميعه، ازاي اقدر اعمل التجميع بتاع الاحمال مع بعض عشان اشيك على البي سي بير؟ والله هندسه بسيطه جدا. انت بقى عندك حاله اسمها حاله الديد لود، اللي هي اول حاله دي، مع ام واي اونلي، وعندك حاله الديد لود مع الام واي والام اكس. طيب دي هنجمعهم مع بعض ازاي؟ تقوم انت جاي كده في البدايه وقايل والله يا هندسه كيس اوف ديد لود زائد ام واي اونلي، ايه الاحمال اللي عندي؟ والله انا عندي احمال راسيه. ايه الاحمال الراسيه؟ الدبليو بريدج، الدبليو جيت، والدبليو بير. طيب ايه الاحمال الراسيه اللي انا جبتها من حاله الام واي اونلي؟ عندي اللايف لود 1 واللايف لود 2. يبقى قيمه الان بتساوي البير، الجيت، البريدج، مع لايف لود 1 واللايف لود 2. طيب ايه تاني؟ انا عندي من حاله الديد لود ام واي اونلي، للبريدج موجب وللجيت سالب، وعندي هنا ام واي اونلي برضو كلهم موجب، فهجمع دول مع الموجب ده واطرحه من السالب. بقى كده عندي يا باشمهندس ان وعندي ام واي. طيب يا هندسه، بعد كده انا عايز اعمل ديزاين. اعمل ديزاين ازاي؟ الشريحه بتاعك بقى ابعادها ازاي او عامله ازاي؟ الشريحه بتاعك ابعادها اللي افكتيف، في ايه؟ في ار. ده اللي انا عايز اشيك عليه بقى، ال افكتيف في الار ده اللي خاص بايه؟ بالبغله. طب يا هندسه انا معايا ان ومعايا ام واي، انا قلت لك هات لي اف 1 2 هتساوي ايه؟ ببساطه جدا اف 1 2 بتساوي سالب ان على الايه؟ موجب او سالب ام واي على الاي واي فليكس. طيب تعال نشوف واحده واحده. سالب الان انت جبتها، تجميع الاحمال الرأسية كلها على الاريا اللي هي الار في الـ effective، موجب او سالب ام واي على اي واي في الاكس. الاكس فين؟ الاكس اللي هي الـ effective على الاثنين. انا عايز بس اشوف مسألة عشان ابعتها لكم. بس كده ده المطلوب منك دلوقتي. يبقى المطلوب منك دلوقتي انك تعرف ازاي تجمع الاثنين مع بعض. ثانية يا جماعة، اللي هو الجزء الاخير ده انا هبعت لكم الملف ده. طبعا هنا هتلاقي بادئ بايه؟ حتى بالجيومتري بروبرتيز، الاريا والاي اكس والاي واي. طبعا ده اللي انت بتحسبه، الشريحه بتاعك طولها ال افكتيف وعرضها الار زي ما انا شغال هنا. طيب دي اول حاله، حاله الان مع الام واي اونلي. طيب ازاي هشتغل حاله الديد، اسف، مع الام واي اونلي؟ الديد مع الام واي مع الام اكس. تاني يا باشمهندس هنروح للديد، دول احمال الديد.
الرأسية، نروح للإم واي والإم إكس مع بعض، دي أحمال لايف لود واحد لايف لود اتنين، ده الوحيد اللي عندي رأسي. يبقى الإن بتساوي لايف لود واحد لايف لود اتنين جيت بير بريدج. طيب المومنت هنجمع الواي مع الواي، أدي الوايات تتجمع مع الوايات والإكسات لوحدها، يبقى أنا محتاج إن على الإيه، إم إكس على أي إكس في الواي، وإم واي على أي واي في الإكس. الإن على الإيه، الإيه نفس الإيه، آر في الإفكتيف، أي إكس الموازي في العمود التكعيب على 12، يبقى الإفكتيف في عرض التكعيب على 12، الأي واي الموازي اللي هو الآر في الإفكتيف تكعيب على 12، يبقى أنا جبت الإم إكس معايا وجبت الإم واي معايا والإن حسبتها، أجيب إف واحد اتنين وأشوف طبعًا أنه حالة الأكبر ولازم في جميع الأحوال تكون أقل من البيرنج كاباسيتي اللي هو مديهالك في المسألة. طيب يا باشمهندس لو أنا هستخدم آر سي بير إيه اللي هيتغير؟ لو هستخدم آر سي بير الفكرة إن أنت هتضطر تصمم الإم واي لوحده، هيبقى أنت عندك إن مع إم واي، تجيب الإي إم على الإن، لو طلعت اكبر من تي على الاثنين يبقى في تنشن، تروح تجيب الاي اس بتساوي تي على الاثنين ناقص اي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر، واروح اجيب الام اس اللي هي بتساوي الان في الاي اس، طبعا الان معاك، وتروح تجيب الام الاي اللي هي الاريا اس بتساوي ام التيمت في 10 اس 6 على الاف فيلد في الجي في الدي ناقص ان على الاف فيلد. ده كده لو كان صممت ام واي بس. طيب دلوقتي انا عندي حاله ديد مع ام واي وام اكس، طبعا المفروض بدل ام واي وام اكس ندخل انتراكشن دايجرام. تسهيلا للحل هنروح نصمم اكس لوحده وهنروح نصمم واي لوحده بنفس الطريقه اللي صممتها. لو طلعت بيج اكسنتريستي زي ما قلت، لو طلعت سمول اكسنتريستي هتصممها كانها عمود، ان الان بتساوي 35% في الاف اس يو في الاريا سي زي 67% في الاف فيلد في الاريا اس سي. طبعا الاريا اس سي بتتاخد 1 من 100 من الاريا سي، تمام، وتروح تجيب حديد في اتجاه اكس وحديد في اتجاه واي. هتحط الحديد في الاتجاه اكس والحديد اللي في اتجاه واي هتحط له انه حديد اللي هي الحاله الاولانيه، لان طبعا هيديك حديد اكبر. طبعا الكلام ده زوتك تقريبي، الطبيعي ان احنا هنصمم انتراكشن دايجرام. اتمنى يكون الكلام واضح، واتمنى تكون الحته وضحت وما يكونش فيه اي مشاكل.